اكيد اول عمر طبعا. نور من يعني اقوى اللعيبه في الاسكواش، هي مصنفه رقم واحد، فاكيد ماتش مش سهل خالص. وانا ونور على طول ماتشاتنا صعبه، بس استمتعت الحمد لله، كان نهائي حلو جدا، وبالتالي لعبنا احنا الاثنين ماتش حلو. وكان بالنسبه لي اهم حاجه انه يبقى ماتش حلو يمتع الجمهور، وطبعا مبسوطه ان انا كسبت في الاخر يعني. طبعا اكيد هنبسط بفوز النهارده وبطوله النهارده، بس بكره خلاص اسبوع جديد وبطوله جديده زي اللي حصل وقت بلاك بول. يعني انا كان تاني يوم على طول مسافر لبونا، فبطوله العالم طبعا من اقوى البطولات، بس مفيش استعداد احلى من ان انت تلعبي ماتشات جامده زي دي. ومدربي يعني التيم بتاعي كله موجود دلوقتي في مصر، هنعمل زي معسكر يعني صغير قبل البطولة، وهنستعد يعني كلنا ان شاء الله. يعني طبعا الواحد اللعيب اكتر حاجة بيكرهها في حياته ان هو يتصاب، دي بتبقى اوحش حاجة، بس بيبقى برضو وقت اللي انت ترفلكت على الموسم. برضو يمكن انا اخر سنتين الحمد لله كنت بوصل نهائيات كتير، فكان بدنيا كنت مجهدة ومنتلي كمان كان الموضوع صعب جدا، فيمكن الإصابة دي خلتني أخد وقتي وأبص على الحاجات بنظرة مختلفة شوية، وغيرت من شخصيتي كمان، بقيت يعني اتعلمت الصبر يعني، واتعلمت إن أنا أقدر كل حاجة صغيرة قوي.